هو واقع صادم أخفي لسنوات، مشاهد لسعق وقتل قطط وكلاب بلا رحمة. كل هذا يحدث في محشرة الحيوانات ببومعطي. عدنا إلى أصل القضية التي فجرت من قبل إحدى البياطرة، وحقوقية أماطت اللثام عن مجزرة يباد فيها الحيوان. هاد القالوفة واش دير؟ الغامس لي شون اي لي شيان، كسوا عندهم والديهم، كسوا ما عندهمش والديهم، كسوا عندهم لابيس الكترونيك، كسوا ما عندهمش لابيس الكترونيك، كسوا فاكسيني، كسوا ستيريليزي، كسوا بالكولي، كسوا بالحنة، ما يهمهمش، الفد من الطرف وقتل، بيسك فيها دراهم. شهادات موثقة عن كيفية التعذيب والقتل، التي تكون إما عن طريق الحرق أو السعق. يدخلوهم داخل ليكاج، يعمروهم ماكسيموم، ومن بعد تيشمخوهم بالماء ويطلعوا ديجونكتور، تضرب تريسيتي. كاين مالوغوزمون كيما تحكي الدكتور، تقول لك بلي كاين لي بتي شاي، هذوك اللي يكونوا جو ما تلحقهمش تريسيتي، ما تلحق لهمش، يعاودوا لهم. قال يقول لك يخبطهم يضربوهم بالحطبه باش يموتوا. لماذا يتم اصطياد الكلاب والقطط؟ ومن يسير هذه المحشره؟ وما هي اغراضهم؟ هذا سي تاني بيك تبع لاويلايوم، لاويلايوم عندها بليزيور بيك، عندها لو دي جي، تحت لو دي جي كاين هادي اني بيك اسمه اوربال، هاد اوربال، هاد المحشره تبع الاوربال، هذه هي. دونك كاين تسلسل هنا. دوك حنا انا اوطونك فيتيرينير ما فهمتش حاجه، واش دخل الوالي لادمينستراسيون في الطب البيطري؟ نو سوم دي فيتيرينير براتيسيان، لي كادراج حنا اللي نديكلاريوهم نورمالمون، يحكموا كي نديكلاريو حنا لي فيتيرينير دي كادراج، وبعد ما نكونفيرميو هما نو، هما لقاوها سبه ادي قتل، راك مخلص بالحبه، عندك ان سيفول ديباسي، عندك دي بريم وروح. الحقوقيات استغلين مسيرة الجمعة لتدويل القضية وكشف مخطط التجارة السرية. تجارة بالأموال، ماشي فيهم مرض ما والو، ماشي يربحوا دراهم، هادية ماشي يربحوا حتى 200 مليون، يحرقوا الكلاب حيين ما عندهمش قلوب. كل ما استطاعوا فعله جمع الحيوانات الضالة من الطرقات قبل أن تطالها أيادي عمال المحشر وتطبيب من أصيبت أو إجراء عملية لتوقيف الإنجاب في محاولة إنقاذها من القتل بلا رحمة.